يضيع فرص اللي بامكانه ان يستغل هذه محاوله خطيره يضيع فرص اللي بامكانه ان يستغل هذه محاوله خطيره هجمات المنتدى السريع لفريق يوسفية برشيد وبذلك لاحظوا انه يضيع فرص اللي بامكانه ان يستغل هذه محاوله خطيره الحريسيان موجود الفريق الحاضر بالكره لعبت بطريقه كان ما يقال عنها رائعه ضربه ميقاس جانبيه وهي من جانب سعيد العفير الذي يسعد انصار الفريق الحريسي بهدف في اللحظات الاخيره كما يقال هدف ضد مجرى اللعب من دغدغه والنار ما يقال عنه هدف جميل وعالمي لعبت بشكل مقوس جانبية على طريقة المهاجمين الكبار إذا سعيد العفير يستغل الفرصة في اللحظات الأخيرة كل من حاضر غدا والنادى البركانية لكن من استغل الفرصة كان وسعيد العفير سعد بهدف على طريقة المهاجمين الكبار إذا سعيد العفير يستغل الفرصة في اللحظات الأخيرة